في بداية العام 1953 بدأ المرض يشتد على الملك عبد العزيز رحمه الله، وأنت كنت وزيرا للمواصلات وكنت قريبا منه، ويقال أنك كنت من القلائل الذين شهدوا وفاة الملك رحمه الله. كيف كان تأثرك بهذا الوضع وكيف كانت الصورة؟ والله كنا احنا انا ونواف اخي كنا ساكنين في قصر اللي سكن فيه عبد العزيز في الطائف، هو قصر الملك فيصل. عبد العزيز كان يسكن الحوية، منطقة اسمها الحوية اللي كنا نتكلم عن المطار فيها، في الخيم، كان يحب الخيم هو. نعم. ما كان للقصر لانه شبرة صغرت عليه فانتقل للحوية. فأراد أن ينتقل لمدينة الطائف، فقال لي فيصل سوف أسكن منزل بيتك، سكن بيت فيصل. أنا ونواف كنا ساكنين مع الملك. إنما أيامها كان كل ليلة نذهب عند أحد الأخوان نتعشى عنده ونتأخر. فلما رجعت أنا ونواف من إحدى هذه العشوات كان عبد العزيز أمامه نافذة وفيها قزاز وتعكس الذي يقف وراه. بحاسته هو كأنه عارف إنه أنا ونواف. قال طلال نواف، فجاوبناه. قال أبشركم أنا بخير وعافية. سلمنا على يده وكنا سعداء بأنه شفناه يتكلم ويتحدث، وذهبنا لننام. تفتكر اليوم بالضبط؟ أظن يوم الثلاث. تاريخه؟ والله نسيت. في مارس؟ ما أعرف والله نسيت، لا تحضرني الذاكرة الآن. المهم رحنا ننام فوق، فجانا أمين عبد العزيز اللي هو الخادم الخاص عنده. وقال أبوكم يعني مريض جدا، وربما أنه يعني يصاب ب بعدما يعني ناداكم، بعدما ناداكم، بعدما صلينا الفجر، بعدما صليتم الفجر، بعد صلاة الفجر نادانا وذهبنا إليه وقعدنا جنبه. المهم لما شفنا الحالة متردية، كان الملك سعود في جدة، أخوانا الكبار، وفيصل في الطائف. فعبد الرحمن الطبيشي الوزير الخاصة نده لفيصل أنه أحضر لأبوك، فمات بين إيدينا. وكان حضر الملك فيصل والملك نعم سعود؟ نعم، احنا الثلاثة حضرناه. نعم حضرناه بجانب أطباء والخاصين وأمين، احنا كنا موجودين، والطبيشي شفنا وفاته. هل أوصى بشيء؟ هل تحدث بشيء قبل وفاته؟ لا، أوصى بأمور بسيطة يعني. تفتكر بعد هذه والله الأشياء؟ شوف، هي قبل ما يموت كان دائما يوصي أولاده وخاصة الكبار منا. مين الكبار؟ سعود، فيصل، محمد وخالد. خالد صار ملك بعدين. نعم. يوصيهم بالرعية. ما هو الرعية لما تقول مثقفين يزعلون الآن. مواطنون الرعايا. ولا لا؟ خالد نعم. محمد خالد. نعم. مش هذا كتابه المشهور؟ صحيح. فهو يقول أوصيكم بالرعية. أوصيتكم بالناس. أوصيكم بالاختلاط بالناس. يعني هذه كانت وصاياه الأساسية. أوصيكم بإخوانكم. أوصيكم بعائلتكم. صلة الرحم، هذه الكلام الذي كان يقول لهم، هذه وصاياه يعني قبل أن يحتد عليه المرض. الملك عبد العزيز رحمه الله كان نادر أو قليل الأسفار، ربما لم يسافر خارج المملكة إلا مرات محدودة. سافر مرتين، مرة لما قابل رزفلت تشرشل وهي يومين أو ثلاثة، ومرة لما دعاه فاروق سنة 46. يعني يعتبر لم يغادر أجواء البحر الأحمر ومصر. هذا صحيح. كيف كانت رؤيته للعالم؟ رؤية متحفظة سوطة للغرب. سببها من؟ السبب هو حقيقة العملية الفلتان في رأيه الموجود في المجتمع الغربي. الاختلاط الزائد عن اللزوم، الفساد الناتج عن هذا الاختلاط، هذا كان رأيه. كان يخشى الأمور من المسكرات، الخمور، الرقص، الدانس يعني، والامور هذه كلها يعني. ان من الامور الحلوه اللي كان عبد العزيز يعملها، انا كنت اشغل له الافلام. انا بنفسي عندنا مكنه بيل اند هاول موجوده الى اليوم. فانا اتي عند بناته وعند زوجاته وعند اخواته واشغل افلام الحرب. نعم. الحرب العالميه الثانيه. نعم. وبعدين جبت له فيلم مصري الى الان ابحث عنه وما وجدته. ما هو؟ كان حاجة اسمها ضباط، الثلاث ضباط وامرأة
شيء من هالقبيل. فعلا حتى اخر من سالت فريق شوقي الله يغفر له ما وجدناه. المهم قلت طالما في فيلم مصري ايش رايك شغله؟ قال شغله. قلت بس في ستات؟ قال شغله. كان خواته الكبار في السن اللي عاشروه منذ خروجه من الكويت موجودات متحفظات. فلما شغلته وطلعت الممثلة وكأني أراها ولكن لا أتذكر اسمها ولابسة مايوه كلهم صاحوا يا عبد العزيز يا عبد العزيز. شيء غريب بالنسبة لهم. وامرأة بمايوه قال لي سكر 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 الأشياء هذه. إذن أيضا كان متفتح. أنت شاهدت وفاة الملك رحمه الله، كيف يعني تقبلت هذا الأمر، هذا التصور أن الملك عبد العزيز رحمه الله توفي؟ والله صراحة إن ما كنا نتوقع أنه عبد العزيز سيف ويموت، رغم إيماننا بالقضاء والقدر، إيماننا بكل الناس أنه مصيره الموت، ولكن كانت صدمة كبيرة وعميقة في نفوس الجميع. هزتنا أن هذا الرجل العظيم المهاب العبقري الذي بنى المملكة الذي سوى وفعل وكذا هكذا يذهب ميدينا بشكل يعني مفاجئ. كانت مفاجئة وكانت صدمة للجميع رغم المرض الذي صار، رغم المرض اللي كان يعاني. هذا صحيح. كيف أنت حتى أتذكر أنا وفيصل لما كنا جالسين على قلت لك قبل شوية على على الممر قال لي والله يا طلال لو كان الأعمار تعطى لأعطيته أنا من عمري. إلى هذه الدرجة كان يحب الملك فيصل؟ فيصل غيره كلكم يعني هذا يقولها واحد من أولاده وهو صادق لدرجة أنه لم نكن نتصور أنه هذا الرجل يعني سيف. كانت صدمة للجميع.